هو على كل حال المتتبع لاطوار المحاكمه لا في اثناء اثاره الدفوع الشكليه ولا تقديمهم القرار ديال الاممي يعني كان هادشي متوقع ولكن اللي خصنا نسجلوا هو ان المحكمه طيله الاطوار ديالها عطات الحق للمحامين ديالو الحق ليه هو باش يتكلم كيف بغى. الان رسميا اعلن الصمت واعلن انسحابه من الجلسه كما ان دفاعه قرر الانسحاب بقيه الدفاع. بقاو عنده جوج ديال المحامين الاستاذ الماروري والاستاذ العلاوي باقي الدفاع ما حضروش وما عرفناش الموقف ديالهم ولكن هو موقف صريح الصمت والانسحاب. بناء علاش؟ بناء على جوج الاشياء، بناء على القرار الاممي وبناء على تهديده للمحكمه بانه خصت تنظر في ذاك القرار الاممي اللي هو موجه للدوله وهذا فيه لمس باستقلال السلطه القضائيه وفيه لمس بشروط المحاكمه العادله وفيه لمس بالحقوق الموكلين ديالنا غيجعلنا القاضي والمتهم لان كيتهرب من مواجهه الحقيقه القضائيه. كما قررت تاجيل الملف الى يوم الثلاثاء 24.